الطير هذا هو اللي علمنا شو العلامات المميزة في الطير اللي الشاهين ما يقدر يمسكها. تعالنا هنا شوف شوف البلك من تحت مرتفع لفوق. أي نعم. هذا الطير يكون عنده قدرة خلقية يشوف من بعيد ويكون عنده حس إدراك. إدراك نعم. هاي علامة من علامات الطيور المميزة اللي ممكن الهاوي المميز طال عمرك يكتشفها في طيور تفيده في مناطق اللي فيها الجوارح زيادة. ما شاء الله.